مركز نبض. مشاهدينا هلا حنطلع ونشوف كليب خفيف دم عن الشغالات والمربيات الاطفال بالسينما، ونرجع مع ضيفتنا بالاستوديو ونحكي عن موضوع مربيات الاطفال. خليكم معنا. اجيب شاي، عايز حاجة تاني من تحت؟ لا بس متأخريش. حاضر. كده يا مدحت؟ والله لا نايلة لماما. يا ألف انهرب يا سيدي، يا ألف مبروك. انت ايه؟ انا بومبا يا سيدي. بومبا ده ايه؟ اسمي بامبا وبيدلعوني بيقولوا لي يا بومبا. انا خدامة الست عايدة، والباشا بعتني هنا عشان اخدم في بيت العز. اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدي. اسم الله يا اخويا، اسم الله اسم الله. لا عريسنا قوى عريس ولا كل العرسان. الست نايمة فوق، فهمتي؟ وماله يا سيدي، نوم الهنا نوم السعد. صباحية مباركة يا عريس. مباركة. حاضر. يو انت نفست، انا قلت حاجة. مش بطالة. هتدفعوا كام؟ يعني ايه؟ خلصوا. هتدفعوا كام انتوا التلاتة؟ ايوه في ايه؟ حضرتك يعني ايه يعني بالظبط؟ هفرجكوا على الطبيعة بدل الفيديو. والله يبقى ظرف منك. بس اللي هيبص بقلة أدب هكرباك. هنبص بأدب. طب أنا هعمل معاكوا اتفاق. اتفاق إيه حضرتك؟ أوريكم من هنا لهنا بخمسة جنيه. هما 2 جنيه بس، مفيش غيرهم. خليكوا في الفيديو بتاعك. يا بنت يلا خلصينا، بلاش اللكاعة بتاعتي دي. يو يا سي عصام، يعني أسيب السجادة وسط؟ أيوة سيبيها. يا يلا. مشاهدينا، مربية الأطفال الست اللي مندخلها على بيتنا لتعتني بأطفالنا، ممكن في ناس بيخلوها تشتغل كمان أشياء تانية بالبيت، هي بتصير فرد من أفراد الأسرة. كيف نتعامل معها وكيف نحتويها وكيف نتصرف، وهل ممكن نحن نحول هذا الشخص لقبلة موقوتة بالبيت؟ كل هاي التفاصيل حنعرفها أكثر مع مدربة الأمهات مروة السعيدي. مرحب فيكي بالاستوديو. أهلا بيكي. أهلا وسهلا فيكي، ونحن أول مرة نستقبل هذا الاختصاص يعني، وهلأ كمان شوي حبيت تحكي لنا أكثر عن هذا الاختصاص. أكيد. وشو بتعملي أنت عشان تدربي الأمهات كيف يتعاملوا مع المربيات؟ في الأول أهلا بيكو. طبعاً هو مع متطلبات الحياة الكتيرة والجديدة، كان طبعاً كلنا عارفين موضوع التنمية البشرية والعلاج بالطاقة الحيوية. بيندرج تحت التنمية البشرية أنه مش كل الناس تبقى زي بعضها. أحياناً الأم بتتعرض للضغوط أكتر مع ظروف الحياة الجديدة، لأن الأم بقت راجل وست تشتغل برا البيت وجوه البيت، فلقينا أن احنا لازم نساعد الأمهات أكتر. فبقى في اختصاص جديد اسمه مام كوتش، تمام؟ ان انا اقف معاها اساعدها، هوجهها ازاي تتعامل مع اولادها، ازاي تتعامل في شغلها، ازاي تتعامل مع ضغوط حياتها، تمام؟ لو عندها مربيه هتعمل ايه، لو ما عندهاش مربيه هتعمل ايه، ازاي تذاكر لاولادها، ازاي تكتشف مواهبهم، ازاي تنمي قدراتهم. كل الحاجات الجديده دي كان لازم نقف جنب الامهات ونعلمهم من اول وجديد ازاي يعملوا كل ده. تمام.
بنرحب بيك يا مروه طبعا معانا في النص الحلو وموضوع بيشغل كل الامهات. تمام. بس احنا عايزين نعرف الامهات اللي هي تتفرج علينا ازاي افرق في اختياري بين الست اللي هتيجي تربي اولادي وبين الست اللي هتقوم بنظافه البيت او ترتيب البيت. اوكي، خلينا متفقين ان البيبي سيتر او مربيه الاطفال هي بشكل مؤقت مكان الام، هي مش مكان الام بشكل دائم. اوكي، فعلشان اختارها لازم اختارها ليها صفات معينه. دي جايه تربي الولاد مش جايه تخدم الولاد. تربي الولاد يعني هتقعد معاهم في المذاكره، هيلقطوا منها الفاظ، هيلقطوا منها طريقه كلام، هيتعلموا منها اخلاق، هيتعلموا منها صفات، هيتعلموا منها حاجات كتيره جدا. فعلى الاقل لما اختارها لازم تبقى على القدر الكافي من التعليم ومن التفاهم ومن الاحتواء للاطفال، لان دي جايه تربي الولاد غير الست اللي جايه تساعدني انا في شغل البيت. ففي فرق كبير جدا بين واحده جايه بس عشان تقعد مع الولاد تذاكر لهم او تعلمهم او تربيهم، وبين الست اللي جايه علشان تساعدني انا في شغل البيت. يعني انت بتقولي ان في غلط كبير جدا بيحصل، ان الست ما بتيجي تطلب مثلا مربيه من اللي هو الشخص اللي هو بيجيب لها تقول انا عايزه واحده تعمل الاثنين، ده ما ينفعش. لا، حاليا ده ما ينفعش. يعني نجيب اثنين، واحده للاطفال وواحده للبيت، كده المرتب راح. لا مش شرط خالص ان المرتب يروح على فكره. ما هو شوفي لنا واحده. اما انا هقول لك، بصي البيبي سيتر اذا انت مضطره انك تجيبي بيبي سيتر ممكن تجيبيها بارت تايم. بمعنى ايه؟ انت هتجيبيها في الاوقات اللي انت مش موجوده فيها. تمام؟ فبارت تايم دي هتكلفك اقل كتير جدا من انك تسيبي الولاد مع الست اللي بتساعدك. انا ما بحبش اسميها شغاله على فكره. تمام؟ انا بقول ان هي بتساعدني في البيت او المساعده بتاعتي في البيت. المساعده بتاعتك في البيت ممكن تبقى على قدر بسيط جدا من التعليم او مش متعلمه خالص. فاهمه قصدي؟ فممكن الولاد هيلقطوا منها الفاظ او تصرفات انت مش حابه ان ولادك يتعلموها. طيب انا ازاي مثلا يعني استامن ابني او اخليه معاها، ولو حتى انا مثلا رحت على مكتب تمام تشغيل وكل حاجه بنات، فازاي انا اعرف انه دي كويسه؟ احنا دلوقتي قبل شويه كنا لسه بنتكلم انه ما نظلمهمش وما نقولش انه مثلا لو شفنا حاجه مش كويسه معناها ان هم في كتير مش كويسين، في الكويس وفي اللي مش كويس. اكيد. بس انا ازاي يعني ازاي اعرف انه دي هتربي لي ابني او هتدرسه كويس ومش هتقول حاجات مش كويسه يعني؟ حلو قوي. انت قبل ما بتروحي اكيد بتبقي قاعده مع باباهم او مع رب المنزل او مع نفسك، حتى انت بتبقي حاطه معايير ومواصفات معينه عايزاها تكون في البيبي سيتر دي. تمام؟ عايزاها متعلمه بشكل ما، عايزه شكلها. احنا بنجيب وبنقول المواصفات دي وكل حاجه فيها. وبس تيجي عندك بتلاقيها واحده ثانيه بتديك. احنا بنعاني من الموضوع ده بجد، انه بتروحي وبتاخدي المواصفات اللي انت عايزاها كلها، هل اول اسبوع ثاني اسبوع بتلاقي واحده ثانيه؟ بالظبط. انت لازم الاول بتقعدي معاها انت وباباهم، ثاني مقابله بتبقى مع الولاد وانت بتراقبيها من بعيد بتتحرك ازاي او بتتعامل ازاي مع الولاد. بعد كده لازم تبقي متفقه معاها ان هي ليها فتره اختبار محدده، شهر او اتنين. عمرك ما هتعرفي المربيه دي زي ما انت عايزه فعلا ولا لا غير لما تقعد معاكي فتره. دي ما تقدريش تضمنيها من اول مقابله. فتره قد ايه؟ من شهر لثلاث شهور. كتير سوري يعني في بيغيروا للبنات في ثلاثه او اربعه في شهر، تخيلي. في كتير دلوقتي كده. ما هو برضه لازم نبقى متفقين، هي بتغير البيبي سيتر ولا المساعده بتاعتها في البيت؟ ما هي تفرق. نقول احنا الحالتين اتنين، تغير البيبي سيتر وبتغير الشغاله بتاعتها. بتغير البيبي سيتر يبقى هي كانت مستعجله ما دققتش كويس في اختيارها، فبالتالي جابت البيبي سيتر قعدت معاها 3 4 ايام، لا مش عاجباني، لا صوتها عالي، لا مش بتعلم الولاد كويس، لا مش بتركز مع الولاد في المذاكره. لان هي بتغير بسرعه فبتختار بسرعه، فعشان كده بتخسرهم بسرعه. انت قصدك ان انا ادرسها الاول يعني احطها تحت الاختبار مثلا لفتره زمنيه محدده؟ بالظبط. احنا عارفين صفات معينه ما تتنازليش عنها لان ما عنديش وقت. يعني ما تقوليش لا انا هجيبها وخلاص انا مش لاقي ومش هينفع اسيب الولاد لحد ما اشوف حد تاني. ده نفسه بيعمل مشكله في نفسيه الطفل. ما ده اللي كنت هقوله لك دلوقتي. ما ينفعش ابدا الاطفال في سن معين كل 3 4 ايام تعلقيه بشخص وبعدين يمشي، تعلقيه بشخص وبعدين يمشي. ده بيعمل له نوع من انواع عدم الثقه في الاخرين، لان هو خلاص هو عارف ان اللي هو قاعد معاه ده يومين وهيمشي، فانا مش هقدر اثق فيه،
مش هينفع اتعلق بيه. يعني قصدك ست مروه انه احنا هنحطها بفتره اختبار ومن الاساس لما نعمل ميتنج معاها يكون مجهزين مجموعه من الاسئله بالزبط. نعرف شو مستواها التعليمي، بتفكر ازاي، بترد ازاي، نبره صوتها، تفاصيل كتير. ده حقيقي، بس اهم شيء الاختبار لانه احنا كده كده مش هنعرف نقرر بسرعه. بالظبط. طب وما تتنازليش عن الشروط اللي انت عايزاها لمجرد ان انت ما عندكيش وقت انك تختاري كويس. حلو. طب في كمان حالات بنسمع فيها انه في ناس بجيبوا اطفال بيشغلوهم، يعني مثلا تلاقي واحده جايبه طفله مثلا او طفله يشتغل، طفله تشتغل بالبيت عندها 11 سنه 12 سنه 15، وكمان في ناس بجيبوا يعني المربيه او الست اللي جايه تشتغل بالبيت معها طفل، فبيبقى طفلك قاعد مع الطفل الثاني، وشو رايك بهي الخربطه اللي عم بتصير؟ بصي، اول حاجه هو طبعا لو الست اللي جايه تشتغل في البيت لو هي مش مقيمه، لو هي مش مقيمة مفيش مشكلة ان هي بتجيب ابنها معاها الصبح، لان طبعا ست بسيطة زي دي مش هقدر اقول لها سيبي ابنك في مكان طبعاً. هي بتيجي مثلا لو بتيجي مرة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع او حتى بتجيلي كل يوم الصبح ساعتين ثلاثة تساعدني في شغل البيت وتمشي، مفيهاش مشكلة. لكن المشكلة بتكون موجودة امتى؟ لما تكون مقيمة معاها. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية لما حضرتك سألتيني انه ينفع طفل عنده 10 سنين او طفل عندها 10 سنين تشتغل معانا في البيت، اكيد مش هينفع. ليه؟ لان هي طبيعتها هي طفلة. لو الطفل اللي عنده أو الطفلة اللي عندها 10 سنين تقدر تشتغل في البيت، كان الأولى أنك تخلي بنتك أو ابنك في نفس السن ده هو اللي يساعدك في شغل البيت. صح. فما ينفعش أجيب طفلة تخدم أطفال أو طفلة تخدم كبار، هتضطري تعامليها معاملة مختلفة تماما عن الكبار. الطفل طبيعي بيبص، طبيعي بيغير. هل أنت في الوقت ده هتقدري تجيبي لها زي ما بتجيبي لأولادك، او تلبسيها زي ما بتلبسي اولادك، او تقعدي معاها او تتعاملي معاها زي ما بتعاملي اولادك؟ صعب جدا ان انا اجيب حد عنده 10 سنين يخدم بيت فيه اطفال في نفس السن وكبار قد عمرها 3 4 مرات. لو ده كان ينفع كان ابسط حاجه كل الستات او الامهات وانا منهم، لان عندي بنت عندها 9 سنين، كنت استغنيت عن اللي بتيجي تساعدني وخليتها هي اللي تعمل. بالظبط، لانه هي زي البنت، زيها زي البنت بالظبط في نفس السن. طيب ناخد تليفون ونكمل الاسئله. okay. معانا ماي. الو يا ماي. مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ مساء النور. يا اخباركم ايه؟ مشتاقين لك كتير. تمام. انا عندي قصه بقى بسبب الموضوع الشغالات ده، عانيت منها بس هي يعني بقى لها سنه، بس لما فتحت التلفزيون شفتكم افتكرتها على طول. اتفضلي لو عندك سؤال مروه معاك. الو. ايوه يا ماي. اهلا يا ماي، معاكي. طيب تمام. انا كان عندي شغاله كنت جبتها من مكتب، ان بيقدم من الخدمات دي ان هو بيوفر لي شغاله وكده، وعادي بيديني صوره البطاقه بتاعتها، وجت نظفت لي البيت. وبعد كده انا سافرت يومين، هي كانت عارفه ان انا هسافر، وبعد ما رجعت من السفر لقيت انا بيتي كله اتسرق، سرقت كل حاجه، الذهب واللابتوب بتاعي، كل حاجه خدتها. بعدين لما انا اتصلت بالمكتب قلت له يعني انا عايزه اعرف هي طب فين، هي دلوقتي موجوده فين؟ الو. معاكي. أيوة يا ميسه، معاكي. قطع الاتصال. طيب تمام. انا كنت عايزه معلش انا بس دلوقتي هي قالت بيتها اتسرق وحاجات كتير، وناس كتير بتسمع في شغلات بجد، وده الموضوع بيحصل انه بيحرقوا بيوت ناس، يعني حوادث كتير بتحصل. انتي تقصدي دور روبي في مسلسل سجن الناس؟ اه بالظبط. يعني مثلا انا لسه سامعه بحادثه انه عشان تغطي مثلا على الموضوع بتاعها حرقت البيت. تمام. حاجات كتير في الموضوع ده، فالواحد وصل لمرحله ان هو مش عارف، ثقه مفيش. يعني بالزبط. انا عايزه اجيب. أوكي. بس في نفس الوقت يعني كويسه جدا معاها، بس يا ترى دي انا بعامل فيها كويس تستحق معاملتي الكويسه ليها ولا لا؟ طيب ارد على سؤال مي الاول. طبعا. طيب انا مش عارفه طبعا يا مي، انت قلتي انت جبتي شغاله جات لك يومين وبعد كده انت سافرتي فهي سرقت البيت. اولا هو انت سافرتي، انا ما اعرفش انت سبتيها في البيت ولا هي كانت بتيجي وتمشي. اولا كون ان انت سافري وتسيبي شغاله بقالها يومين اتنين بس في البيت وتسيبيها وتسافري، فطبعا الغلط عندك انت يا مي، مش عندي شغاله خالص. تاني حاجه، حتى لو هي ما كانتش في البيت وشغاله جات لك يومين اتنين ما تعرفيهاش وجايباها من المكتب، ما سابتهاش في البيت. اوكي. ما تعرفهاش، جايباها من مكتب. الشغاله لما بتكون جديده او المساعده اللي جايه تعمل معايا شغل البيت جديده، لو داخله البيت عندي لاول مره ما بعرفهاش طريق كل حاجه في البيت. لا يمكن، انا لسه ما اعرفهاش، لسه ما عشرتهاش، ايدي بايدها في كل حاجه في البيت، عيني عليها،
هتتعبي معاها اول 3 4 مرات، لكن بعد كده بشويه ملاحظات بسيطه هتبقي عارفه هل البنت دي اهل ثقه ولا لا. تمام؟ ماشي، ما بعطيها مفتاح البيت يعني. نعم، مفتاح البيت يعني، مش لازم تاخد مفتاح يعني. لا، هي المفروض ما تاخدش مفتاح البيت اصلا، الا اذا كانت حد معاكي بقاله فتره طويله جدا. حد جاي لك عن طريق الاهل والاصدقاء مش عن طريق مكتب، في الحاله دي انت عارفاها، اهلك عارفينها مثلا او اصحابك عارفينها بقالها فتره معاكوا، مع مامتك، مع اخواتك. والله المرض ده برده مش مضمون برده في وجهه نظري، بالذات لما يكون في اطفال يعني. حتى لو هي كويسه او جايه على طريق اهلها، ايه هي ازاي جت، لما يكون في اطفال الموضوع بيختلف. ثقه لا، انه ما ينفعش. حتى لو عندك مربيه على قدر عالي من الثقافه والاخلاق والنظافه، هي مش بديل للام. طبعا هي مش بديل للام، هي مجرد حد قاعد مع الولاد في الفترة اللي أنا بشتغل فيها أو مش موجودة فيها. لكن سوبرفايزر أساسي أنت لازم تبقي واخدة بالك وشايفاها ومشرفة عليها وعارفة بتقول للولاد إيه وبتلقنهم إيه وبتعلمهم إزاي. حتى لو أنت ما عندكيش وقت كفاية، لو كل يوم قعدتي مع الولاد نص ساعة، مش هقولك ساعة، نص ساعة، وسبتيهم يحكوا كأنهم بيحكوا لك عملوا ايه في يومهم، مش بشكل مباشر، مش اللي هو ايه تعالى عملت ايه النهارده، ذاكرت ايه. احنا هنرجع نكمل موضوعنا، بس ناخد اتصال معانا. تمام. ناخد نور معانا. الو الو، مساء الخير. مساء نورة، ازيك يا نورة؟ الحمد لله، ازيكم؟ اتفضلي يا نورة. انا كنت عايزه اسال بس استاذه مروه، انا عندي ابني بيلقط كتير جدا من الشغال، يعني كل ما يقول ما تقول كلمه الاقيه يفضل يقلدها كتير، فانا عايزه اعرف ازاي افصل الموضوع ده. بيرفض الشغاله بيلقط، وده اللي قلت لك عليه، بيلقط الفاظ كتير غلط من الشغاله، بيكرر الكلام. طيب، تاني المشكله في الشغاله، وخصوصا كمان انها من القرى، يعني هي مش من القاهره او كده، كمان زي ما قال المخرج مشكله بالاهل كمان، هما يعني اختيارهم بيكونوا. طيب يا نوره، انت كنت بتقولي ايه في الاخر؟ هو هي من القرى، فهو حاسس ان هي غريبه، يعني الفاظ غريبه، فبتكلم يضحك عليها ويبدا يقلدها واحده واحده، حاسه ان الكلام ده بس بدا يتكلم زيها، حتى وهي مش موجوده بس لقيت يتكلم زيها. اوكي، ان شاء الله عنه ذكر. تمام. ما شاء الله. هو بصي، هو الاطفال، انا مش عارفه طبعا يا نوره انت ابنك عنده كام سنه، لكن لازم نبقى عارفين ان الاطفال لحد اول 5 سنين، وفي مدربين او في دكاتره قالوا لحد اول 3 سنين، هو شخص ذكي جدا، لماح جدا، بيلقط بسرعه جدا. 3 سنين من في اقوال بتقول لحد سن 3 سنين ولحد 5 سنين، خلينا ناخد بالسواد الاعظم اللي هو 5 سنين. طمنتيني. تمام. لحد 5 سنين الولد بيلقط، عينه زي الكاميرا ودانه بترصد كل كلمة بيقولوها. اللي بيتعلمه في أول 5 سنين هي دي الصورة اللي بتفضل معه عن نفسه بقيت عمره، هو ده اللايف ستايل بتاعه بقيت حياته. بيسجل. تمام؟ في الداتا عنده، يعني بيسجل في الداتا عنده في عقله. هو بيكون اللايف ستايل بتاع حياته بعد كده. ما ينفعش يا نورة أسيب ابني طول الوقت مع الشغالة، حتى لو انت مش بتسيبيه مع الشغاله، انت ممكن تشغليه بحاجات تانية اهم، بحيث انه ما يقعدش مركز معاها قوي لدرجه انه يلقط منها كلام. حتى لو البنت جايه تلعبه او تلطفه او تتكلم معاه، انت ممكن واحده واحده تنبهيها، قولي لها ما تقوليش كذا، قولي كذا. لما هو يجي مثلا يضحك قولي له حبيبي لا ما ينفعش نقول كذا، عشان هي هي بتقول الكلمه دي عشان هي لسه مش عارفه. انت علمها الصح، انت خليها تقول كذا. كمان ما تديلوش امر، لان في طفل ممكن يدخل معاكي في دور انه لا انا عجباني الكلمه كده. طب ما بدل انت ما تتعلم منها، ايه رايك انت تعلمها؟ هي مش عارفه، هي بتقول الكلمه دي وهي مش عارفه ان هي كده غلط، انت قول لها الصح بتاعها كذا. وده اللي انا اتكلمت فيه، ان المربيه غير اللي بتساعدنا في البيت. ما ينفعش ان هي تختلط بالطفل ما دامت هي ليست على القدر الكافي من التعليم الثقافي. ما دام انت مش قادره تامنيها على ان الطفل يتعلم منها او يلقط منها، ما ينفعش يقعد معاها فترات طويله. طبعا. وزي ما نشوف في امهات كتير من كتر ضغوطات الشغل شغل شغل بتترمي اولادها عند المربيه، ما تعرفش عنهم حاجه ولا تعرف عنهم حاجه، هي ما تعرفش عنهم حاجه، وبعدين ده بيسبب مشكله كبيره للطفل. يعني احنا طبعا احنا بننصح الامهات ان هم ما يركزوا اكتر حاجه مع اولادهم. هو الطفل علشان يحس بثقه بامان ويبني لنفسه حياه، لازم يحس بوجود امه وابوه. اصل الطفل هو مرايه امه وابوه، هو مش مرايه الشغاله ولا مرايه المربيه. هو مرايه امه وابوه. في امهات كتيره جدا بتيجي بعد فتره تتفاجئ تقولي انا كنت في النادي او معزومه او واتفاجئت ان الولد ده مش تربيتي خالص. اقول لها ليه، ايه اللي حصل؟ تقولي كذا كذا. اقول لها طب ما هو فعلا مش تربيتك خالص، انت ليه مستغربه تصرفاته؟ عشان هي مش قاعده معاه، ابنك مش تربيتك،
ده تربية المربية أو تربية الشغالة اللي انت سايباه معاها 24 ساعة. هي حتى ما كانش عندها الوقت انها تقعد تتكلم مع الولد او تسمع منه زي ما قلت لك احكي لي عملته ايه النهارده، في حاجه ضايقتك، طب احكي لي ايه اللي بسطك وعملته ايه كمان، تسمع منه. طيب عايزه نسالك فضل. اخر سؤال، تنصحي مشاهدينا بايه؟ يعني الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي واللي عندهم شغلات في البيت عشان اطفالهم وكذا، تنصحيهم يعملوا ايه بالظبط؟ بصوا، اول حاجه لازم نفرق بين ان انا جايبه شغاله للبيت او مربيه للولاد. تمام، لو هي مربيه للولاد انت ما تتنازليش نهائي عن الصفات اللي انت عايزاها، ولا عن الاخلاق اللي انت عايزاها، ولا عن التعليم اللي انت عايزاه، ولا على طريقه الكلام، ولا على النظافه الشخصيه، لان الولد بيتعلم منها كل ده. تمام، دي اللي هتقعد مع الولاد، ودي اللي هتذاكر لهم، ودي اللي هتبتدي تتابع معاهم تصرفاتهم واخلاقهم تربيتهم. ما ينفعش ترمي كل حاجه عليها، لازم يبقى ليها سوبرفايزر. انت ما ينفعش تطلعي بره الموضوع خالص، انت لازم تبقي فوق كل ده، ولازم تبقي متابعه كل ده اول باول. ما تسيبيش فرصه للخطا يحصل، لانه لو حصل مره وتغضيتي عنه وتكرر وكبر ممكن يبقى صعب انك تصلحيه بعد كده. صح، هو الموضوع بصراحه معقد كتير صعبايا، وفي قصص كتير ما حكينا فيها. طبعا تحرش وقصص كتير بالظبط. طبعا شغاله او اللي بتساعدني في البيت دي في بيني وبينها منفعه متبادله. دي ست شايله عني كتير. انا مش هقول، مش هنتكلم عن ان احنا جايبين اطفال، لانه ما ينفعش اصلا نجيب اطفال يعملوا الموضوع ده. تمام، خلينا نتكلم بالظبط. حلو، احنا موضوعنا حلو جدا على فكره يا مروه. ولازم فقره ثانيه عشان خلص الوقت. لا ولا يهمك، هو بس عشان الحديث كان ممتع معاكم فالوقت مر بسرعه. ممتع معاكي كمان، وان شاء الله تنورينا مره ثانيه ان شاء الله. ومشاهدينا فاصل، وبعد كده هنرجع للشيف احمد المغازي ونشوف عمل لنا ايه اكل النهارده.